السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول، عندنا الورك بوك صفحة 24. سؤال سهل هنا، احنا خدنا الكلمات إج اللي هي بيضة، إيه الجاي؟ هنكتب كلمة إج هنا، إليفانت فيل، الفيل أهو، إيت يعني تمانية، تمانية أهي، عندي فارمر يعني مزارع. احنا قرينا الكلمات وعرفنا نقرا ازاي. فارمر، فان يعني مروحة، ادي المروحة، فان، وفيش يعني سمكة، ادي السمكة. هنعمل ايه؟ هنحط خط تحت اول حرف الاي، الاف، الاي، الاي، الاف، الاف، هنا اول حرف الاف للمروحة، يبقى هنحط دايرة على الاف. اول حرف الاي للإليفانت، يبقى هنحط دايرة على الاي. اول حرف هنا الاي، يبقى هنحط هنا اي. اول حرف في كلمة فارمر الاف، يبقى هنحط دايرة على الاف. اول حرف في كلمة فيش سمكة، يبقى هنحط دايرة على الاف. ايه الصعب كده؟ بيقول لي تريس اندر ايزوليترز، تتبع واكتب الحروف. هنتبع، هنكتب ايه طبعا اول حاجة من فوق لتحت، وبعدين نعمل خط ده والخط ده والخط ده، من فوق لتحت، الخط ده الخط ده والخط ده، الاي اللي سمول بعمل كده كده، وبعدين كده مرة تانية كده، وبعدين كده آخر مرة كده، وبعدين كده الاف في الكابيتال، من في خط من فوق لتحت زي ما عملت الاي، وبعدين كده وبعدين كده من فوق لحد السطر التالت، وخط من السطر الأول يمشي يمين، وخط من السطر التاني يمشي يمين، خط من السطر الأول هينزل لتالت سطر، خط من السطر الأول يمشي يمين، خط من السطر التاني يمشي يمين. الإف اللي سمول باجي من على السطر الأول وينزل بقوس لتحت السطر التالت، وخط من السطر التاني يمشي يمين. خلاص، دول لوك اكسرسايز ايز في التمرين الأول. ويوجد فايند اند سيركل، هندور على الحاجات وهنحط دايرة. أنا عندي 8، أهي إيه 8، عندي إيج يعني بيضة، أحط دايرة على البيضة، عندي إليفانت الفيل، أحط دايرة حوالين الفيل، عندي مروحة فان، أحط دايرة على كلمة على صورة المروحة فان. عندي ايه تاني؟ الفارمر المزارع، الفارمر اهو، اهو ده زيه. خلاص ده المزارع، هنحط دايرة على المزارع. خلاص حطينا دايرة على البيضة، مروحة، الفيل، 8، المزارع. في شبكة، فيش، فين السمكة في الصورة؟ اهي في ايدي البنت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.